لو اكتشفت أن أحد أصدقائك أو المقربين منك مدمن للمخدرات، فما هي يا ترى أفضل طريقة للتعامل معه؟ حضرتك تحطه في أوضة وحده وما هيبطله مع نفسه، وأنت برضه تبقى معاه. نوديه العباسية. لا مش هقطع علاقتي بيه، لا هحاول أساعده، انما مش قطع العلاقه ده مش هيحل. يعني لو قطع علاقتي بيه مش هيدمن، هيبطل ادمان، هيشتغل عادي، هيضرب عادي، انما هحاول اساعده. لا غالبا اللي بيتم انك بتبعد عنه اللي عشان الناس ما بتسكتش. يعني ممكن مجرد ان انت ماشي مع واحد وتعرف ان هو بيشرب حاجه والكلام ده كله، لو ماشي معاه هيتقال ان انت كمان بتشرب وانت مالكش ذنب في حاجه. في انواع من الادمان عادي تقدر انت تحجمه، يعني تقدر انت تبقى قاعد معاه طول النهار، تقدر يعني تحطه في محيط ما يقدرش ان هو يعني يخرج منه، لكن في اغلب الاحوال لازم يروح مستشفى طبعا. ابعد عنه شويه بشويه لغايه ما يحس مثلا ان هو الموضوع دوت بيبعده عن ناس قريبين منه في حياته، فيبدا ان هو يحس ان هو بيعمل حاجه غلط فيقلل من الموضوع ده او يبعد عنه. المفروض نقف جنبه مثلا، يعني احاول اوعيه. وفي ناس كتير قوي على فكره مدمنه وبتحاول انها تبعد على الادمان، بس مش عارفه، مش لاقيه يوعيها، مش لاقيه مثلا اللي يساعدها على كده. والله مش عارف اقول لك ايه، يعني ما تعرضتش للموقف ده قبل كده بصراحه. معظم الناس فاكره ان مساعده المدمن هو ان انت تحبسه. ساعات كتير من الاهالي بيبقوا شايفين ان هو انحراف اخلاقي، فانت تشيل عنه الفلوس، فانت تبتدي تراقبه، فانت تبتدي تضايق عليه الخناق، تبتدي ترميه في مكان وتقفل عليه، توديه مزرعه، توديه بيت. والحقيقة ان كل الحلول دي مش صحيحة، بالعكس انا شفت بعض الاسر في حياتي بتقول طب جوزه يمكن ربنا يهديه، يمكن لما يكبر يعل. والحقيقة ان كل دي مفاهيم خاطئة ايضا موجودة في مجتمعنا احنا ما بنعرفش نتعالج معاها. المدمن شخص مريض يحتاج الى علاج، والعلاج عمره ما هيكون بطريقتك. ولذلك الغريب جدا ان انت بتعالج الادمان بطريقتك، لكن انت لما تبقى عيان وعندك مشاكل صحيه بتروح للدكتور عشان يكشف عليك. الادمان نفس القضيه، انت محتاج تروح لمركز متخصص ومكان متخصص لعلاج الادمان علشان يقدر يساعد المدمن ده، يقدر يساعده نفسيا وسلوكيا ازاي يقدر يعيش الحياه من غير ما ياخد مخدرات. المعادله الصعبه دي انت مش هتقدر تساعده بيها. يمكن ساعات الأب الأم الأخ بيبقوا شايفين ان هم أقدر الناس على المساعدة، وساعات المساعدة دي بتكون مساعدة للمدمن في استمرارية التعاطي مش العكس. هو ما بيساعدوش ان هو يقف، هو بيساعده ان هو يفضل مستمر. المساعدة الحقيقية ان انت تروح لمكان متخصص وتقول له انا عندي مشكلة مع الإدمان، سواء كانت معايا او مع حد في أسرتي ومحتاج علاج، وتسيبهم بل بتساعدهم، بل تحاول تكون من ضمن الخطة العلاجية ومن ضمن المنظومة العلاجية في مساعدة الشخص ده ان هو يتعالج، مش تكون فقط حد بتقول له روح احبس نفسك، ولا حاول تروح تصلي، ولا حاول. كلها محاولات عمرها ما هتكون حقيقية، زي اللي بيروح يبقى عنده انفلونزا فيتقال له والله روح خد دواء لبطنك، ولا خد دواء للقلب. القضيتين منفصلين، انت لازم تروح لمكان متخصص وتقول له انا عايز اساعد الشخص ده او انا محتاج مساعده.